لا يسعى إلى الوصول إلى الوزن المثالي، وهو الذي يساعد الجسم على أن يعمل بأقصى كفاءة وفاعلية ويحمي من بعض الأمراض والمشاكل الصحية. فمن المعروف للجميع أن السمنة تؤدي إلى العديد من الأمراض كالقلب والسكر وارتفاع ضغط الدم. والوزن المثالي ليس رقماً ثابتاً، بل يختلف من شخص إلى آخر، وهناك عوامل عديدة تساعد للوصول إلى الوزن المثالي. 4 نقاط مهمة للحصول على وزن مثالي. أول نقطة اللي هي نقول الأكل، عقبها النوم والرياضة والماء. من ناحية الأكل عندك اللي هو نوع الأكل، كمية الأكل، ووقت الأكل. أما بالنسبة للنوم نقول هو المناسب يكون من 7 إلى 8 ساعات في اليوم، يكون فترة ليل. الرياضة تكون مناسبة طبعاً 5 أيام في الأسبوع، نقول تتراوح بين 1/2 ساعة إلى 1.5 ساعة. 1/2 ساعة تكون اللي حاب يحافظ على وزنه ويكون يعني مبرايد إنه يزيد وزنه، أما اللي حاب يضعف يكون أكثر شوي. بالنسبة للماء يكون تقريباً 8 أكواب في اليوم، اللي هو ما يعادل 2 لتر. يتكون الطبق الصحي من عدة أقسام، ولكل قسم حجم معين، حيث يترجم الطبق الصحي أنواع وكميات الأطعمة التي لابد من تناولها كل يوم. إذا بنتكلم عن الصحن المثالي نقول يكون بهالطريقة: نص الصحن يكون عبارة عن سلطة، ربع الصحن يكون بروتين، وربع الصحن يكون نشويات. في وايد حالات الناس يكون البروتين يبون يخففون وزنهم، يشلون النشويات خبز عيش وها، يكثرون البروتين وسلطة. بهالحالة مع الأيام تشوفين التحاليل يستوي لهم النقرس، يكون لنا زادوا نسبة البروتين، وهذا شيء غلط. لما الواحد يبي يخفف أكله ما يشل شيء ويزيد شيء ثاني، لا، يكون كل شيء باعتدال. ولكن بعد الوصول للوزن المثالي لابد من اتباع بعض الخطوات للحفاظ عليه، كالتجديد والتنويع في طريقة الأكل، كي لا يشعر الجسم بالملل والنفور من أنواع الطعام المتكررة. ويمكن تطبيق ذلك من خلال تحضير الطعام بطريقة مختلفة، أو إضافة مكونات جديدة إليه، أو من خلال البحث عن وصفات صحية جديدة وتجربتها.